نرجع بقى كده شوية ومشوار فرانكو، يعني احكي لنا، انت بدأت سن صغير ودخلت بطولات كتيرة جدا، عايزة اروح انا وكريم معاك للمشوار بقى، مشوار البطولات المختلفة. اكيد اكيد. هو حياتك اول تكريم ليا من مهندس حسين صبورة الله يرحمه كان في 94 في نادي السيد، كنت عندي 13 سنة بالظبط. فده كان اول يعني تكريم. كان اول تكريم، وكانت حاجة كنا طبعا ناشئين لسه. وبعد كده طبعا ابتدينا بقى نمارس جميع الالعاب في نادي السيد اللي كانت متاحه، منهم الحمام والاطباق وكذا. بعد ما رجعت من السفر، انا سافرت اذاكر بره مصر، اول ما رجعت من بره قالوا لي لازم تشترك من الالعاب الاولمبيه دي، احنا مستنينك يعني. فابتديت اشارك في بطولات جديا، يعني في لعبه اللي اسمها السكيت، بتبقى اللي هي المونديال تحت الكوع كده، وبيطلعوا طبقين من كوشكين وبيعدوا فوق كروس بوينت في النص. صعبه دي شويه. دي بتبقى طبعا محتاجه ممارسه. وعلى طول شاركت ودخلت بمنتخب مصر، والحمد لله يعني رحت مع المنتخب كذا بطوله وكسبت بطولات افريقيه. ومنهم طبعا شاركت في العاب اولمبيه في بيجين وريو 2016. جميل. وبعد كده قررت ان انا ما عنديش الوقت الكافي ان انا ادي، فسبت يعني سبت المكان ده لغيري المشوار ده يعني. مشغول حاليا بايه تاني؟ بشغل بقى، بشغلنا الخاص. برايفت بيزنس بتاعنا بالظبط. وطبعا عارف اللعبه طالما مش هتديها اهتمام احسن طبعاً. انه حد لا، وبعدين لما يكون اللاعب كمان شارك يعني في بطولات عالميه، يعني انت بقالك بالظبط انا عندنا 9 سنين في المشوار بتاع المنتخب وسفر وكده، طبعا كانت جميله جدا. ودلوقتي لسه في بلعب باسم مصر بس هي. في العاب تانية مش اولمبيه.